مجزرة دموية جديدة في محافظة ديالى وتحديدا بمنطقة الخلانية أفضت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وما لبثت إجراءات السلطات الأمنية للتحقيق بمجريات الحادث حتى أسرح تنظيم داعش الإرهابي لتبني مسؤوليته عن العملية، ذلك من خلال صور نشرها التنظيم عبر موقع تويتر توضح تنفيذ عناصره لعملية قتل أحد المغدورين. عملية إرهابية أخذت طابعا ظاهريا عكس ما تعود عليه التنظيم بعد هزيمته في العراق، مما يندر بخطر عودة التنظيم وعبر خلاياه النائمة إلى استئناف أعماله الإرهابية في هذه المناطق. الحقيقة يعني هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وعندما تحدثنا سابقا أن عصابات داعش لا زالت متغلغلة في هذه المناطق، البعض يعتبر هذا كلام خيالي ومن الخيال، واليوم تثبت أن هناك خلايا وخلايا فاعلة وناشطة في هذه المناطق، في حوض ديالو، في حوض حمرين، وفي حوض الموصل والبادية الغربية. لا زالت يعني عصابات داعش تتغلغل وتحاول أن توجد لها موطئ قدم، وبين فترة وأخرى تخرج تمثل مثل هذه الجريمة النكراء، ولكن هذه الجريمة لها خصوصية أنها تمثل واحد من رموز القبائل العربية واستهداف هذا الشيخ الجليل، يعني ضرب للوحدة الوطنية والتعايش المجتمعي. عند دراسة الوضع الأمني في محافظة ديالى وخلال الشهرين السابقين تظهر حقيقة جلية، وهي استغلال بقايا تنظيم داعش الإرهابي للثغرات الأمنية التي تحدث في المحافظة سيما في المناطق الزراعية الشاسعة، إضافة إلى التدهور السياسي الذي تعيشه هذه المدينة على وجه الخصوص. طبعا مجزرة الخيلانية للأسف لن تختلف عن مجزرة الفرعاتية في بلد، قدم العراق دم واحد إن كان في الغرب أو في الشرق أو في الشمال أو في الجنوب، لذلك هي مجزرة طبعا يعني تردد لها جميع الإنسانية. هذه المجزرة رأسا لمن ذهب الاتهامات إلى داعش، وهو هذا صحيح. داعش موجودة خلايا وموجودة عصابات وخلايا نائمة في المناطق المفتوحة والمناطق الزراعية والبساتين. هناك الواجب على الحكومة وعلى الأجهزة الأمنية، هناك إجراءات واستحكامات، وأنا هنا الجهد الاستخباري، الجهد الاستخباري هو أهم الجهود. يعني هنالك عصابات تتكون من 2 إلى 3 أفراد، لكن بالتالي هذه العصابات لها حواضن، يجب الانتباه إلى حواضن هذه العصابات. تعاقب الهجمات الإرهابية في محافظة ديالى دفع نواب في البرلمان العراقي لمطالبة الحكومة الاتحادية بضرورة إرسال قطاعات عسكرية إضافية، وذلك لمسك المناطق الرخوة أمنيا التي بدأت فيها مؤشرات كبيرة لوجود خلل أمني واضح. أخذ يهدد المحافظة برمتها ومن دون معالجات واقعية خلال الفترات السابقة. من بغداد زيد علي، اليوم.